طبعا بقى انت بتسأل نفسك كتير وبتقول ليه الناس كلها شامه البرفيوم بتاعك الا انت. ما هو مش معقول برضه تكون طول عمرك بتستخدم برفيوم وما تعرفش معلومه زي دي. ما هو انت بقى لو عايز تفضل شامم البرفيوم بتاعك طول الوقت فاحب اقول لك يا صديقي ان ده مستحيل. ما هو ان حاسه الشم عندك تفضل شم ريحه البرفيوم بتاعك وريحه كل اللي حواليك على طول، لا قدر الله حصل حاجه زي تسريب في غاز، حصل حاجه زي حريق، حاسه الشم عندك مش هتقدر تميز الكلام ده لان هي شامه كل الروائح اللي حواليك. وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا احنا حاسه الشم عندنا، لو فضلت شامه ريحه لفتره طويله وانت حسيت ان مفيش منها ضرر مراخيرك تلقائي بتاخد عليها. لكن طبعا عشان لو حصل حاجه زي ما وضحت لكم، حصل تسريب في غاز، حصل حريق، تقدر تميزها على طول وتقدر تنبه المخ عندك ان في مشكله فعلا لازم انت تخلي بالك منها. طبعا انت عرفت دلوقتي ان المشكله كانت فيك انت، ان انت ما تعرفش معلومه زي دي وان المشكله ما طلعتش في المكان اللي كنت مشتري منه. خلي بالك الكلام ده طبعا على اي حاجه، اذا كان برفيوم اوريجينال نفسه مهما كان ثباته ومهما كان فوحانه من الطبيعي جدا يحصل كل اللي انا قلت لك عليه. بس خلي بالك في فرق ان انت مراخيرك تقعد على البرفيوم وان ثبات البرفيوم اصلا وحش وما بيقعدش على الهدوم، مش ان انت مراخيرك خدت عليه. ودي هقولها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.